نعم، الحديث التالي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. إذا هذا يذكر الأمور الثلاثة، من يذكر لنا هذه الأمور الثلاثة؟ من يذكر لنا هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بلبس الثوب؟ شرحناه، فمن يذكرنا؟ تفضل. واحد، أول شيء الأصل في إزار المسلم أن يكون إلى نصف الساق. إذا الأصل والسنة أن يلبس إلى نصف الساق. اثنين، إذا كان تحت الساق ما بين النصف ونصف الساق الكعبين لا حرج في ذلك، أنه لا حرج أن يطيل الثوب حتى يصل إلى الكعبين. ثلاث، أن الخطوة الثالثة أنه إذا نزل عن الكعبين فهنا يقع الإثم. أربعة، أربعة، أن هناك إثم زائد إن قصد الخيلاء، وقلنا الحرام قد يكون من أكثر من جهة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هي؟ ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح جدا، نصف الساق، أن يلبس الثوب إلى نصف الساق. عبر عربي أنت. نعم.